انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة شهيرة هي بوكيمون جو، وقد لاقت إعجاباً واسعاً في كثير من الفئات في المجتمعات بمعظم الدول العربية والأجنبية. ومن الملاحظ أن هذه اللعبة غزت عقول الكبار قبل الصغار، ولكن بطريقة لفتت فيها أنظار الكثيرين، الأمر الذي دفع بعدد من الجهات المعنية في الدولة للتحذير من لعبة بوكيمون جو، منوهين إلى أن هذه اللعبة تقوم بجمع المعلومات والبيانات عن مستخدم اللعبة، والتي تشمل تحديد الموقع بدقة ورمز خدمة مزود الإنترنت والقدرة على الاطلاع على البريد الإلكتروني ومراسلاته الصادرة والواردة والمواقع التي سبق وأن زارها اللاعب على متصفح شبكة الإنترنت قبل البدء بتشغيل اللعبة على جهازه الذكي. وانتشرت مؤخراً الكثير من الأخبار التي تداولت جرائم واقعية وحديثة، منها تربص اللصوص باللاعبين أثناء بحثهم عن البوكيمون، وعن طريق تقنية الضوء الإرشادي يقوم المجرم باستدراج ضحاياه إلى مناطق مهجورة وذلك بغرض السرقة، ومن المحتمل أن تصل بهم الجريمة إلى الاعتداء بالضرب أو القتل. ولا شك أن المستخدم يمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية في حال التقاطه صور أشخاص من العامة دون علمهم أو انتهاك الخصوصية والتسبب في الكثير من الجرائم التي هو بغنى عنها، والقصد كان من ذلك كله اللعب والمرح.